نقصان، كما قال الناظم رحمه الله: والنقص غلب إن ورد، والنقص غلب إن ورد. إذا وردت الزيادة وورد النقصان فإنك تغلب النقصان وتسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام بحيث تتشهد كدير التحية ديالك، ملي كتوصل النهاية ديالها ولم يبقى لك إلا أن تقول السلام عليكم تسجد في الأرض سجدتين: الله أكبر، ثم ترفع الله أكبر، ثم تسجد الله أكبر، ثم ترفع الله أكبر، ثم تعيد التشهد على سبيل النزبي. هناك بعض المذاهب لا يعيدون التشهد، وهناك قول في المذهب لا يعيد التشهد، ولكن الإمام مالك والعلماء المالكية قالوا لا بد من إعادة التشهد، لأن السلام لا يكون إلا بعد التشهد، لأن السلام لا يكون إلا بعد التشهد. والدليل الذي يستدل به الذين يتركون التشهد يعني ليس فيه دليل، لأنه يحتمل أن يكون فيه تشهد، يعني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي في صلاته فليسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم تجبر له صلاته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد عندنا يسجد سجدتين ثم يسلم. هل ثم يسلم هل كان بين السجدتين تشهد أم لا؟ يعني يحتمل واحتمل، فلا بد من يعني فذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشهد لأنه لم يصرح به في النص، وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من التشهد لأن التشهد لا يقع، لأن السلام لا يقع إلا بعد التشهد. يعني هذه جزئية بسيطة لا بد من معرفتها ومعرفة حكمها. إذن إذا اجتمعت الزيادة ونقصان فإننا نسجد قبل السلام. أما بعد السلام، كيفية بعد السلام؟ فإنك عندما تزيد ركعة أو تزيد فاتحة أو تزيد ركوعا أو سجودا أو شيئا دابال، شيئا معتبرا من غير الأمور التي أشرنا إليها من قبل بأنها لا سجود فيها، إذا زدتها فإنك تتشهد حتى تصل إلى السلام تسلم، تقول السلام عليكم. فإذا سلمت تسجد سجدتين على الأرض ثم تعيد التشهد وتعيد السلام، لأن الزيادة هي زيادة على المطلوب. ما دامت زيادة على المطلوب فينبغي أن يكون جبرانها خارج الصلاة. وإذا كان النقصان هي الحاجة إلى الكمال والتمام، فإن الجبران يكون داخل الصلاة. فالمذهب المالكي يسجد قبل السلام في النقصان ويسجد بعد السلام في الزيادة. البعض المذاهب الأخرى يسجد قبل السلام في كل في الزيادة ونقصان، والبعض يسجد بعد السلام في النقصان في الزيادة ونقصان، وبعضهم يحدد بعض المواطن فقط يسجد فيها قبل السلام بالنسبة للنقصان، وهكذا. نذكر بعض المسائل ليتضح المعنى وتتضح الصورة. من نسي مثلا صلاة، يعني نسي صلاة سابقة ولم يتذكرها إلا بعد حين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. يعني شو واحد نسى الصلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء فليصلها إذا ذكرها، هذا هو جبرانها، أنك تصليها في حين تذكرها، في حين استذكارها، عندئذ تصليها، لأن الفرائض أيها الأحبة لا تسقط بالنسيان، لا يسقط الصيام بالنسيان، ولا تسقط الصلاة بالنسيان، ولا تسقط الزكاة بالنسيان. فإنسان عندما يتذكر يؤدي ذلك الواجب ويؤدي تلك الفريضة، إلا أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الناس ولم يؤاخذه بما يؤاخذ به المتعمد، الذي يترك الصلاة متعمدا أو يترك الصيام متعمدا عليه وعيد، يعني يخاف عليه العقاب من الله سبحانه وتعالى. بينما الناس فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة فرفع أو وضع عنها النسيان وما استكرهت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما نسيه الإنسان مرفوع عليه الأخذ به، مرفوع عليه الحرج فيه، مرفوع عليه العقاب فيه، ولكنه إذا ذكره وكان واجبا فإنه يصليه. ثانيا، من ذكر صلاة في صلاة، أحيانا قد يصلي الإنسان صلاة العصر مثلا فيتذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ بطلت هذه عليه. من ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، كما يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه، أنك تصلي العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر فإن صلاتك هذه تبطل، فلا بد من قطعها ثم تصلي الظهر وتصلي العصر، إلا في حالة واحدة، وهو إذا ما كان هذا المتذكر إذا كان مأموما،
إذا كان شيء واحد مثلا كيصلي وراء الإمام فتذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا سيفعل؟ إنه يتمادى مع الإمام ليحصل له فضل الجماعة وليأخذ الأجر مع هذه الجماعة التي يصلي معها، يعني يصلي العصر مع الإمام حتى يتمه، ثم بعد ذلك يصلي ظهره ويعيد عصره، لأن الترتيب شرط وجوب، شرط وجوب ترتيب المشتركتين في الوقت، يعني لا بد منه، يعني تصلي العصر مع الإمام مثلا ثم فإذا انتهيت تصلي الظهر وتعيد وتعود العصر ديالك، باش يكون الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. هذه حالة أخرى يعني تقع للناس كثيرا، أنه يتذكر وراء الإمام ويسميه الفقهاء مسجون الإمام، وهي يعني معتبرة من مساجن الإمام، ومساجن الإمام هو من ذكر صلاة في صلب الصلاة مع الإمام، أو من ذكر أو من نسي تكبيرة الإحرام وكبر لتكبيرة القيام لتكبيرة الركوع، يعني دخل مع الإمام في الركوع وقال الله أكبر ولم يكبر تكبيرة الإحرام، فإنه مسجون الإمام ويصلي صلاته، وصلاته صحيحة مراعاة لمن يقول بالاكتفاء بها، مراعاة لمن يقول بصحة الصلاة بتكبيرة واحدة تدخل فيها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. من مساجن الإمام كذلك من نسي الوتر ودخل مع الإمام في صلاة الصبح، فلما دخل معه تذكر أنه لم يصلي الوتر في ليلته، ما صلاش الوتر في الليلة دياله، فإنه يتمادى مع الإمام وفات عليه الوتر ولا شيء عليه، وفات عليه الوتر ولا شيء عليه لأنه سنة. من مساجن الإمام كذلك من ضحك القهقه، ضحك حتى يعني وصل في الدرجة ديال الضحك مستوى تبطل به الصلاة، لأن الابتسام والتبسم لا تبطل به الصلاة ولكن تبطل بالقهقه، القهقه من مبطلات الصلاة، فإنها تبطل صلاته عليه، ولكنه يتمادى مع الإمام ويعيد صلاته لأنها باطلة، ويعيد صلاته لأنها باطلة بالقهقه. شاهد عندنا في هذه الأربعة أي في هذه المساجد الأربعة هو الذي تذكر صلاة في صلاته مع الإمام، فإنه يتمادى ويتم صلاته مع الإمام، وهي بالنسبة إليه نافلة، وهي بالنسبة إليه فضل وأجر الجماعة، ولكنه إذا انتهى من صلاته مع الإمام يصلي الصلاة الفائتة التي تذكرها ويعيد الصلاة الحاضرة. كذلك من بين الأمور التي تقع نسيان تكبيرة الإحرام، الإنسان قد يقف ولم يكبر، نسي تكبيرة الإحرام، فإذا كان الإمام أو كان فدا فإنه يقطع ويعيد تكبيرة الإحرام، أما إذا كان مأموما فننظر هل تكبر تكبيرة للركوع فنقول تدخل تكبيرة الإحرام في تكبيرة الركوع وتصح صلاته، أما إذا لم يكبر أصلا فإنه يقطع ويعيد تكبيرة الإحرام ويستمر مع إمامه. أيضا من الصور التي تقع كثيرا في النسيان نسيان السجدة، أن الإنسان يصلي الصلاة فيسجد سجدة واحدة ثم يقوم للركعة الموالية بدون أن يسجد سجدتين، فله الحق أن يعود إلى هذه السجدة ما لم يركع في الركوع في الصلاة الموالية، ما لم يركع في الركعة الموالية فإنه ينزل إلى الأرض ويسجد السجدة التي نسيها، ثم بعد ذلك يقوم ويعيد قراءته ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام لزيادة القيام عنده ولزيادة القراءة الثانية عليه. كذلك الركوع، الركوع من نسي الركوع بمعنى أنه هبط للسجود ديركس بلا ما يركع ثم تذكر في سجوده أنه لم يركع فإنه يعود إلى ركوعه يعني يعود إلى القيام ويركع ويستمر في صلاته ويسجد بعد السلام لتمحض الزيادة، لأن عنده الزيادة ديال الهوية أو الهبوط إلى الأرض ثم العودة إلى الركوع. هذه حالة من نسيان الركوع. حالة أخرى أنه ركع ولكنه لم يرفع رأسه للركوع ثم نزل للسجود، هذا خصو يرجع للركوع دياله ويرجع كما يقول الفقهاء يرجع محدو ذيبان، يعني يرجع منحنيا حتى يصل إلى مستوى الركوع، فإذا وصل إليه يطمئن ويسبح الله سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم 3 مرات ثم يرفع رأسه من الركوع طبعا ويسجد كذلك بعد السلام.
من الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا الباب من نسي السلام كذلك نسي السلام، يعني أنه يتشهد وبعد فراغه من تشهده نسي أن يسلم، فبدأ يدخل مثلا في البقيات الصالحات أو بدأ يدخل مثلا في آيات الكرسي، يعني دخل في أمر خارج الصلاة، فتذكر في الحين، تذكر قبل أن يقوم ماذا يفعل، فإنه يعيد إذا تذكر في القرب يسلم، إذا تذكر بعد أن ذكر الله عز وجل بأذكار أخرى فإنه يسلم وتصح صلاته ولا شيء عليه. ولكنه إذا طال الوقت فإنه يعيد التشهد ويسلم، كما قال الشيخ خالد رحمه الله: وأعاد تارك السلام التشهد، يعني الذي نسي واشتغل بأمر آخر وما يزال في مجلسه، ما يزال في استقباله للقبلة، فإنه يعيد التشهد ليكون السلام مقرونا، كما أشرنا من قبل، ليكون السلام مقرونا بالتشهد، لأن السلام لا يكون إلا بعد التشهد ولا شيء عليه. ولكنه إذا انحرف عن القبلة فإنه يعيد التشهد ويسجد بعد السلام، كما قال الشيخ خليل رحمه الله: وسجد إن انحرف عن القبلة، بمعنى أنه وصل وقت السلام ولم يسلم، ما سلم شيء، ثم انحرف عن القبلة مال عن يمينه أو عن شماله، فإنه يعود إلى هيئته التي كان عليها ويعيد تشهده ويسلم ويسجد بعد السلام، لأن الانحراف على القبلة زيادة، يعني واضحة زيادة ينبغي أن يسجد لها بعد السلام. هذه مجموعة أو جملة من أحكام السهو في الصلاة، يعني ارتأينا أن ندرجها في عمل اليوم والليلة لأنها تقع لنا كثيرا ونسهو كثيرا، والإنسان لابد أن يتفقه في مثل هذه الأمور لكي تكون صلاته صحيحة. فالصلاة المجبورة كما يقول العلماء خير من الصلاة المعادة، لأن الشيطان يأتي للإنسان فيقول له في صلاته: اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر، فعندئذ لا يدري كم صلى، هل صلى ركعتين أم ثلاث ركعات أم أربع ركعات. فإذا وقع له ذلك فليبني على اليقين، يعني يبني على ما تيقن لديه، وليسجد سجدتين، يعني كصفعة للشيطان، يسجد سجدتين بعد السلام كصفعة للشيطان. فهذا معنى أحكام السهو وجبران الصلاة بسجود السهو القبلي، سجود السهو القبلي في النقصان، والسجود القبلي والسجود البعدي في الزيادة. إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر أحكام أخرى تتعلق بالصلاة في حلقة مقبلة بحول الله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. طبعا الحصة ما يمكن أن تستوعب كل التفاصيل وكل الدقائق في الباب، ولكن فقط تريد أن نثير اهتمام المشاهد الكريم من أجل أن يسأل عن أحكام السهو مفصلة الأئمة والعلماء والناس المهتمون بهذا الباب في المجالس العلمية وغيرها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.